السلام عليكم. بنقدم لكم النهارده المعرض الجديد للسريه والليد والخياميه والخيش والقماش والستان. شغل رمضان كله ان شاء الله تشكيل كبير جدا، اكبر من اكتر من 250 صنف لمنتجات رمضان موجود ان شاء الله. الاعلانات كلها موجوده على الصفحه، بس ده فيديو ترويجي معمول علشان نسهل على الناس اللي ما بتبقاش عارفه تيجي. وفي طبعا عندنا توصيل داخل المنصوره ب 10 جنيه لاي مكان، وفي شحن وتوصيل لاي مكان في مصر باسعار رمزيه ان شاء الله. تمام، كل اللي حضرتك تعمله انك ممكن تتواصل مع اي مندوب من المبيعات عندنا، هيتواصل معاك هيبعت لك الصور والبرايس ليست والاسعار، التفاصيل مكتوبه كلها في البرايس ليست ان شاء الله. وبرده الفيديو ده عشان لو حضرتك عايز تحس اكنك جيت المكان بالظبط. احنا في عندنا كده شكل موجود، يعني نحاول نستعرض بعض الاشكال اللي موجوده في المعرض. في عندنا حاجه زي كده، دي مبطنه، في انها نجمه، الثلاثه دول الاشكال مع بعض دول ب 70 جنيه الكبيره دي، نجمه وفانوس وهلال. في منها حاجه صغيره زي دي ب 50 جنيه، برضو التلات اشكال موجودين. في عندنا الفانوس ده ب 40 جنيه، ده اللي هو 33 سنتي، وفي اللي هو 66 سنتي ده ب 60 جنيه. في عندنا شغل الخيش كله موجود، في مشاية زي على الارض دي اسعارها كلها جوه هنجيبها دلوقتي. وفي عندنا حاجه زي كده المفرش ده ب 40 جنيه، وفي عندنا الباسكت الرمضاني ده ب 40 جنيه. في عندنا العيشة او طبق الفاكهه، في منه نوعين 30 جنيه، في منه البيضاوي في منه المدور. في عندنا الطبله الرمضانيه ب 25 جنيه. في عندنا المفرش ده بتاع الانتري اللي هو اربع قطع، تمام، ده ب 60 جنيه، اربع قطع صغيرين، هو ده بيتفرد يعني لسه. في عندنا حاجه زي كده، ده الزينه اللي هي البلاستيك المربع المثلثات دي 10 متر ب 5 جنيه، تمام. وفي منها حاجه تانية 10 متر ب 10 جنيه. في عندنا حاجه زي كده، دي ال 5 متر ب 10 جنيه، وفي حاجه منها ال 10 متر ب 20 جنيه اللي هي مثلثات القماش. في عندنا فوانيس زي دي، ده السريا 10 قطع، الفانوس كبير جدا، في منه شكلين، في منه الذهبي ده بينور ورم، وفي منه الفضي ده بينور كوكتيل. ده الكيس ب 70 جنيه 10 قطع. في عندنا الكريستال ده ب 40 جنيه، عباره عن 12 قطعه، 2 متر ونص صافي نور. طبعا احنا جوه هنشرح يعني ايه موضوع صافي النور ده. في عندنا طمطم، وفي عندنا يعني في بوجي وطمطم موجودين. في عندنا العياشه دي احنا قلنا عليها مدوره. في عندنا مخدات دي 40 سم في 40 سم ب 40 جنيه، وفي حاجه 30 سم في 30 سم ب 30 جنيه. الفانوس ده اللي هو الكبير 66 سم اللي احنا قلنا عليه ب 60 جنيه. في عندنا المرياله بتاعه المطبخ دي جلد ب 45 جنيه بس، وفي منها اشكال موجوده جوه رخيصه، وفي اشكال تانية بجوانتيات هنستعرضها كلها جوه دلوقتي ان شاء الله. في عندنا الاستيكرات دي موجوده ب 20 جنيه، وفي عندنا العرايس دي موجوده ب 79 جنيه، طبعا دي متكلمه. في عندنا الساعات بتاعت رمضان ب 90 جنيه، في الفانوس ده 30 جنيه، في علبه المناديل دي ب 25 جنيه، في الطبليه اللي عليها الحاجه دي ب 150 جنيه، ده الفانوس اللي احنا قلناه. في عندنا الاستندات الخشبيه دي ب 50 جنيه، في منها اشكال كتير جدا كويسه جدا. دي الساعه اللي احنا قلنا عليها، ده شكل جديد ليها. في عندنا الطبله الرمضانيه دي ب 25 جنيه، طمطم متكلمه ب 70 جنيه. بالنسبه للمعرض من جوه، دي اللي هي الاشكال اللي احنا قلنا عليها. دي بالنسبه للفوانيس كلها الايكيا، في منها الابيض والاسود والبتنجاني، وفي البينك والبامبا والاحمر موجودين جوه برضو، وفي صور كتير هنبقى حاطينها على الصفحه ان شاء الله. في الاشكال الخشبيه دي احنا الحمد لله شغالين مع مصنع كويس جدا بالنسبه للمنتجات الخشبيه كلها، خامه والكلر بتاع المنتجات نفسها، الحاجه كلها كمبيوتر، حفر الليزر، حاجه يعني مش تأكيد باين عليها في الصوره. دي حاجات بدأ من 50 جنيه لحد 80 جنيه. دي طبعا الستاير اللي هي اللمبات، في منها ورم وفي منها كوكتيل، تبقى زي دي كده بيدي شكل ستاره، تمام. دي الفروع الليد كلها، فوانيس اللي احنا اتكلمنا عليها بره، ودي كريستال اشكال لمبه مسحوبه، في لمبه عاديه، ده الفرع 7 متر منه، وفي ده اللي هو النحاسي ده ضمان ضد تغيير اللون، حاجه محترمه جدا اللي هو الشكل ده، تمام. دي الشبكه
الشبكه دي بتدي متر ونص في متر ونص، الوان كوكتيل دي ب 100 جنيه، تمام؟ دي 320 ليد، 320 ليد. يعني في حاجه طبعا بتبقى اقل من من عدد الليدات ده. في عندنا الفانوس ده 199، في الفانوس ده 70، في الفانوس ده ب 60 جنيه. اللمبه الديسكو اللي موجوده عندنا ب 29 جنيه، وفي نوع تاني ب 21 جنيه. دي البورده الكبيره والموتور، يعني حاجه معموله اللي هي تعيش لبعد رمضان مش الشهر بس وتبوظ. دي فوانيس الاي كده احنا عليها اشكال بوجي طمطم كلها موجوده، تمام؟ ده الشغل اللي هنستعرضه بره دلوقتي، شغل الخيش كله. في عندنا اكتر من 14 موديل خيش. ده الشغل الليد اللي هي شويه الليد، في منه كوكتيل وفي منه ورم، تمام؟ ده ال 5 متر ب 115 برموت، يعني حته واحده على بعض 5 متر حضرتك بتتلزق، تمام؟ هي فيها اوريدي الدبل فيس بتاعها ال 5 متر ب 115. في عندنا الاشكال دي كده كلها موجوده، ستاير موجوده فوق. في عندنا مغناطيس الثلاجه ب 20 جنيه، في سبحه الكترونيه ب 5 جنيه. في عندنا الاشكال الخشبيه دي، في منها 3 انواع، في منها مغناطيس وفي منها يعني دلايه، الدلايه تبقى وشين طبعا، وفي منها ميداليا. اي شكل فيهم ب 7 جنيه ونص، الميداليا او الدلايه او المغناطيس ب 7 جنيه ونص، اي حاجه فيهم، تمام؟ في عندنا الاشكال دي، ده فرع نور، ده 7 متر ونص صافي. طب يعني ايه صافي؟ صافي اللي احنا بنقيس الطول بتاع النور، مش بنحسب مقاس الفيشه معاه. يعني في ناس بتحسب الفيشه بتزود متر في الطول، يعني ده لو 7 ونص بتزود طول بقى 8 ونص، وبتحسب باليار ده يبقى 10 متر. يعني العلبه دي عند اي حد بيكتب عليها 10 متر، احنا عندنا 7 ونص عشان ده صافي بتاع الطول بتاع النور. وهنشرحها دلوقتي على الستاند برضو بتاع الايه اللايت كله ان شاء الله. طبعا الستار ماستر دي كلنا عارفينها ب 88 جنيه بس عندنا، النظيفه الموتور بتاعها برضو تقيل جدا وبيبان في الاستخدام. الاشكال النحاسيه كلها عندنا ضمان ضد تغيير اللون، ضمان ضد تغيير اللون، اللون ذهبي حاجه كويسه جدا، 2 متر ونص وب 69 جنيه. الاشكال كلها موجوده طبعا معروفه، والعروسه واشكال الكريستال دي، الاشكال بتاعت الانوار كلها موجوده. تمام. بالنسبه للشغل بتاع مريالة المطبخ، في منها دي، ده اسفنج، تمام؟ دي مريالة بتاعت المطبخ، تمام؟ دي ب 100 جنيه المريالة، ومعاها مساكتين ومعاها الجوانتي. ودي مريالة اللي هي الجلد، دي اللي هي ب 39 جنيه، وفي حاجة بره كانت ب 45. دي عندنا المفارش، تمام؟ المفارش دي بقى يعني هو موضوعها كبير شويه، تمام؟ في منها اشكال كتير جدا. في عندنا حاجه زي دي كده، ده جلد تحط عليه ميه ما يبص عادي، جلد، تمام؟ ده مفرش، وفي اللي هو الخيش، ده قماش، وفي اللي هو الخيش. يبقى احنا في عندنا جلد، في عندنا قماش، في عندنا خيش اللي هو زي ده كده، تمام؟ وفي الخيش منه مشايه برضه، تمام؟ دي الاشكال بتاعتهم. عندنا المفرش اللي هو الجلد اللي هو المتر في متر، احنا قلنا الجلد اللي هو زي ده كده اللي هو المتر في متر، ده ب 70 جنيه، وفي منه المتر في متر ونص ده ب 100 جنيه، وفي اللي هو الخيش المتر في متر، يعني الخيش كله عرضه متر، في بقى متر و2 متر و3 متر 90، 155 و200 جنيه، وفي اللي هو الستان اللي هو زي ده كده، تمام؟ الستان ده في منه المتر في متر ونص ده ب 100 جنيه، وفي المتر ونص في متر ونص ده ب 140 جنيه. وفي ده كيس مخدة، تمام؟ ده الشكل ده كده بزوستة. لو في طبعا لو ما فيش على قد المخدة موجودة هو 40 في 40، لو مش على قد المخدة ممكن بيتحط يعني بيتحشى فيه حاجات كتير، تمام؟ ده عامل 30 جنيه بس. شكراً.